السلام عليكم، معكم هشام يافعي الجمعوي حقوقي من ساكنة الحي المحمدي. اليوم حنا كنتواجدوا بالمشروع الحسن الثاني المعروف الحي المحمدي. اليوم كان واحد الحادثة ديال وفاة أحد الشباب اللي عنده حوالي 28 سنة، وللأسف اليوم اللي جينا كنستنكروا حنا كحقوقيين وكساكنة وكمغاربة مسلمين أنه من بعد ما قامت الشرطة بالإجراءات اللازمة والتدابير اللازمة وعرفات الحيتيات ديال الملابسات الأولى، تم اتصال بسيارة نقل الأموات. واليوم الطامة الكبرى اللي تكررت أنه نقل الأموات ما جاتش لمدة 3 سوايع تقريبا، ما يقارب 3 سوايع، وهما كيتسناو باش يجي يتم حمل هاد الشاب اللي متوفي في المنزل ديالو، واللي متوفي اليومين هادي على حساب الأصداء ديال الجيران وديال الأخت ديالو اللي اكتشفت هاد الحادثة. فبالله عليكم، واش ساعتين أو 3 سوايع وتم إبلاغ الجهات المعنية بنقل هاد الأموات؟ وللأسف لا مجيب، لا اللي كيسمع، لا ما كاين حتى شي استجابه للاسف. وهذا ما كيطرح سؤال، واش تعذر على اننا نوفروا سياره لنقل هذا الميت ونكرموه ونحاول في نفس الوقت نطلقوا هاد الناس؟ وربما راه الكاميرا غتشد رجال الشرطه، ما راه هنينهم 3 سوايع وهما مرهونين. للاسف ما كاين حتى شي استجابه، خصهم يبقاو هنا حتى تجي السياره وتنقل الاموات، وناس اخرين معطله واحداث اخرين اللي محتاجين هاد الدوريه محتاجه انها تمشي وتقوم بالعمل ديالها. فبالتالي حنايا كنستنكروا هذا الفعل، وللاسف هذا ماشي هي المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه اللي كيوقع. دائما سياره نقل الاموات كتعطل في شي حوادث، وهذه حادثه اللي فيها الشخص ميت يومين، يعني خاص تكون واحد السرعه كبيره في انهم يجيو من بعد ما دير الشرطه الاجراءات ديالها، خصهم ينقلوا الميت. وكنعرفوا انه في الدين ديالنا اكرام الميت دفنه، واش هو يومين هو مسدود عليه وميت ونجيو حنا نراهنوا البوليس هنا ساعتين ولا ثلاثه؟ وللاسف يا راه سيارات احنا ما طلبناش وسط مدينه الدار البيضاء، في عمق مدينه الدار البيضاء، وحتى دابا ما كاينش حتى مبرر نقولوا راه كاين مثلا سيركيلاسيون، كاين زحام، ولا نقولوا راه كاينين بزاف الناس اللي ميتين في نفس اللحظه. حنا ماشي في كارثه، حنا ماشي في شي بلاصه اللي فيها الزحام، يعني كان بامكان سياره الاسعاف انها توصل في 5 ولا في 10 دقائق ولا تعطلات واحد ربع ساعه توصل. ولكن راه طامه كبرى بانه سياره نقل الاموات باش تجي تهز شخص اللي ميت خاصها ساعتين ولا ثلاثه في مدينه الدار البيضاء، في واحد التوقيت اللي فيه كلشي تقريبا طوارئ، كلشي دخل، يعني الشوارع خاويه، فهذا الشيء غير مقبول. وفي نفس الوقت راه حنا كنعطلوا المصالح ديال هاد الشرطه، لانه حنا كنعرفوا بانه هادو كيديروا الديمومه، يعني واحد القله قليله اللي كدير الديمومه في مصالح الشرطه، خاصهم يمشيو يشوفوا امور اخرى. كاين احداث كيجيو ناس ربما محتاجينهم ناس اخرين في مناطق اخرى، ولكن بحكم انه واحد ما راشقاش ليه، ما خدامش، ما استجبش للهاتف ولا الاتصال ديال الشرطه القضائيه، اتصال ديال الساكنه، ديال مجموعه من الناس هنا اللي كيعيطوا، ولكن للاسف ما كاين استجابه. خاص هاد الناس اللي مسؤولين على هاد سياره نقل الاموات والمسؤول على هاد الناس اللي كيشتغلوا فيها انه يتخذ اجراءات صارمه في حقهم، لاننا شفنا من مجموعه من الامور اللي كتكرر بنفس الحاله، وكيتوفى واحد نتيجه سبب من الاسباب، وما كتجي سياره نقل الاموات او لا حتى الاسعاف او لا شي جهه معينه اللي تخلي تحرر بعض الشرطه تقوم بالعمل ديالها، وفي نفس الوقت خلي حتى هذاك السيد يمشي على الاقل الاكرام الميت دفنه، وفي نفس الوقت الاهل ديالو يلا تسرع الاجراءات. كنعرفوا بانه كاين اجراءات كثيره خاص على الاقل الوقت. وبالتالي اخر حاجه ممكن نوجهها نداء الناس اللي مشرفين على هاد السيارات ديال نقل الاموات انهم خصهم يدخلوا، لان هاد الشيء راه ما يمكنش نبقاو نخليوه كيتكرر في المغرب القرن 21، وفي واحد في مدينه ماشي في الجبل، مدينه اقتصاديه اللي فيها وسائل الحمد لله ديال النقل موجوده، انه المستشفيات حنا راه اقرب مستشفى هو مستشفى محمد الخامس، كيبعد هنايا على قبل واحد 50 ولا 60 متر، وللاسف ساعتين ولا ثلاثه والشرطه باش ما تجيش. وبالله عليكم كانت شي كارثه لا قدر الله، وشي زلزال، ولا لا قدر الله طاحت شي ولا شي حريق، انت غايجيو تصير الاموات، ما غايجيو على ما اظن حتى لواحد يومين وثلاثه الا كان العدد بالالاف لا قدر الله. واحد شخص واحد محتاج سياره نقل الاموات ما جاوش ليه ساعتين. فبالتالي اخر حاجه ممكن نقولها هو انه بحال هاد النماذج اللي كيديروا بحال هاد الافعال راه خاصهم المحاسبه، كفانا استهتار ولا مسؤوليه. يعني اليوم المغرب خاص بحال هاد الاشياء ما نشوفوهاش، لان هاد الشيء يندى له الجابين. وشكرا لكم نتوما كمنابر اللي كتجي للحدث وكتنقلوا بحال هاد الخروقات القانونيه وبحال هاد اللامسؤوليه اللي كيقوموا بها بعض الموظفين.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.